السلام عليكم، معكم عمرو مصطفى بي سي بي. النهارده هتكلم عن احدى الاستراتيجيات التي نستخدمها في تحليل السلوك التطبيقي لخفض المشاكل السلوكيه، وهي NCR، اختصار Non Contingent Reinforcement. تعريف Non Contingent Reinforcement بكل بساطه هو ان انا اقوم بمنح الطالب الحصول على المعزز وفق جدول زمني ثابت. يعني ايه جدول زمني ثابت؟ يعني كل مده محدده بديه الوصول الى المعزز. الـ NCR ليه فلسفة معينة في خفض المشكلة السلوكية. الفلسفة بتاعته بتعتمد على عدة نقاط. النقطة الأولى هي إن أنا بخلي المعزز أقل رغبة من خلال إن أنا بعمل عند الطالب عملية تشبع من هذا المعزز. الولد بيحب الكمبيوتر، بديه الكمبيوتر كتير جدا بس في وقت، كل وقت زمني ثابت. الحاجة التانية اللي بيشتغل عليها إنه بيخلي البيهيفير، يعني البيهيفير مش ضروري، انا هعمل مشكله سلوكيه ليه وانا اصلا كده كده بحصل على المعزز اللي انا عايزه. تمام، يبقى اذا دي الفلسفه الاساسيه بتاعه الـ NCR في خفض المشاكل السلوكيه. المميزات بتاعته بكل بساطه ان هو نمره واحد ان هو سريع المفعول، بيعمل انخفاض كبير جدا للسلوك لان الطالب بيحصل على المعزز بتاعه بكل سهوله. النقطه الثانيه انه سهل الاستخدام خاصه في البيئه الصفيه، لو انت معاك مجموعه طلاب في طالب بيعمل مشكلة سلوكية بسبب رغبته الحصول على شيء معين، فأنت بتستخدم مع الـ NCR فبيكون سهل الاستخدام. تمام؟ الـ NCR زي ما قلنا الاستراتيجية الأساسية بتاعته هي خفض المشكلة السلوكية، بيعتمد على الـ Abolishing Operation. بكل بساطة يعني أنا بعمل عند الطالب عملية تشبع من هذا الشيء، من خلال إن أنا بمنحه الوصول على الحصول على هذا المعزز بشكل مجاني. كل 10 دقايق هخليك تقعد على الكمبيوتر لمدة 4 دقايق. كل 10 دقائق هتقعد على الكمبيوتر لمدة 4 دقائق، خاصة إذا كنت أنا حللت الموقف. من الجانب الأساسي لنجاح الـ NCR إن أنا أقوم بالتعرف على وظيفة السلوك. وظيفة السلوك إيه؟ هل وظيفة السلوك هي انتباه؟ طالب بيعمل هذا السلوك عشان ينتبه، أنا هعمل له NCR إن أنا كل دقيقتين هروح أديله هاي فايف، أقول له السلام عليكم، أسلم عليه. لو وظيفة السلوك هي الحصول على شيء محبب، أخليه يحصل على هذا الشيء وفق جدول زمني ثابت. كل 5 دقايق هعمل له، هخليه ياخد المعزز بتاعه. خلينا فاكرين نقطه هامه جدا، ان النون كونتينجنت رينفورسمنت مش رينفورسمنت بروسيجر، لان انا ما بشتريش زياده في السلوك، لا هو انتسيدنت انترفينشن، هو تدخل مسبق بنقوم باستخدامه لخفض المشكله السلوكيه. يبقى اذا دي المبادئ الاساسيه بتاعه الـ NCR. العيوب بتاعته ان هو من اهم عيوبه ان هو it does not teach new behavior، انا بدرس الطالب سلوك جديد. لذلك انا عن نفسي اللي بعمله لما يعني بستخدم الـ NCR ان انا بستخدم معاه function communication training على اساس ان انا اعلم الطالب ان هو قبل ما يحصل على المعزز، المفروض انه خلاص جه الوقت انه يحصل على المعزز، بعلمه انه يطلب المعزز لفظيا ماند، لانه يطلب للمعزز بتاعه، فبالتالي انا بعلمه ريبليسمنت بيهيفير. النقطه الثانيه من عيوبه انه بيشتمل على اكستنشن بروسيجر، لانه كده كده فرضا ان انا حطيت كرايتيريا للطالب انه يحصل على المعزز بعد 5 دقائق، فرضا بعد 4 دقائق حب انه يحصل على المعزز، هل اعطيه المعزز؟ لا طبعا مش هعطيه، فبالتالي بيشتمل اساسي على يعني كومبوننت منه اللي هو الاكستنشن. مهم جدا جدا من التوصيات الهامه لاستخدام الـ NCR نمره واحد ان انا استخدم معاه differential reinforcement، استخدم معاه functional communication training عشان اعلم الطالب سلوك بديل. نمره اثنين لما التايم لازم انوع التايم، ما اخليش التايم اولويز ثابت كونستنت، لا مش كل 5 دقائق مره اخليها 3 مره اخليها 7، بحيث ان الطالب يكون متعود ان هو هياخد التايم. بس طبعا مبدئيا لازم ابدا بكونستنت تايم، وقت ثابت، وبعدين ابدا اعمل variability. النقطة المهمة جدا والنقطة الأخيرة إن أنا لازم أعمل كرايتيريا لترمينيشن للـ NCR، لأن على طول أنا مش هقدر على طول طول الوقت هديله المعزز وفق الجدول ده، فبالتالي شوية شوية لازم أوسع الوقت، أطول الوقت. كنت بدي كل 5 دقايق، خلاص لا كل 7، بعدين كل 10 دقايق، وأبدأ أطول المدى. ودي كانت ملخص سريع عن الـ NCR. إن شاء الله بإذن الله أنا ناوي إن أنا نعمل زوم سيشن كاملة هنشرح فيه كل تفاصيل الـ NCR، لأن الـ NCR فيه تشابتر كامل مكتوب عنه في كثير من الكتب، منهم كوبر هتلاقوا فول تشابتر مكتوب عن الـ NCR. معلش طولت عليكم، لكن الـ NCR ضروري جدا، مفيد وبيخفض المشاكل السلوكية وسهل الاستخدام، وبنحاول نحل المشاكل المصاحبة ليه بإن إحنا نستخدم ريبليسمنت بيبي أو فانكشن كوميونيكيشن تريننج. إن شاء الله هنعمل زوم سيشن كامل على الـ NCR بإذن الله تعالى قريبا. شكرا لكم والسلام عليكم.